العقرب هو كان زاعجه وبعده زاعجه الأورانيوس. أورانيوس بيوقف خلص واقف صاليله صالي موجود برج الثور لكن بالبرج المعاكس. تتشوف انه احيانا اذا الكوكب منيح بمعاكس بيعطيكي حلو، اذا تقيل معناتها كمان بيعرقل طبعا. فاورانيوس الموجود ببرج الثور صليله لبرج العقرب انه انا ما ناسيك، انا انت صحيح من برجك بس انا هون. فمواليد برج العقرب ايه من الابراج اللي تعبت، لانه كوكب اورانيوس بطيء على مهله مش سريع، طول 4 سنين 5 سنين. فهلا اورانيوس عم بحكي عن اورانيوس، هلا بحكي عن الاشياء الحلوه. اورانيوس مثلا يمكن يزعج مواليد 7 ل 16 نوفمبر يمكن، لكن رح يطلع لهم وين هلا. هيدا اورانيوس لاطي ببرج الثور، لكن مين رح يجي على برج الثور؟ يا شاطرين عم تسمعوا، برافو. المشتري رح يفوت على برج الثور، فرح يساعد بشكل هائل مواليد برج العقرب، فما تعتلوا هم. صحيح اورانيوس انسوا هلا اوراليوس، تابعوني اسبوعيا شهريا ايه، بس ركزوا على جوبيتر. وينو جوبيتر؟ جوبيتر رح يعطيكم حظوظ حلوه، حل حلي لمساله. اذا عندكم مشاكل، اكثر المشاكل بالعالم هي الشغل، بصراحه هي الشغل، لانه حتى بحياته الخاصه الانسان بيقدر يستوعبها وبيقدر يلاقي لها حل وبيقدر يتاقلم معها with or without، لكن الشغل صعب. صحيح. كل العالم تبحث عن هذه المسألة. صحيح. ففي حل كتير كبير لمواليد برج العقرب مهنياً.